إليكم أبرز عناوين الفيديو. مسؤول أردني يؤكد مغادرة عموت لمنتخب النشامة. الوداد الرياضي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب الأردن بطلب من المدرب القادم. إلى التفاصيل، تحدث بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني بلسان مستفز مع توجيه عبارات حادة للإطار الوطني حسين عموت الذي تولى العارضة الفنية للمنتخب النشامة خلال موسم الرياض الماضي. وصرح رئيس النادي الأردني في تصريح ندل به لأحد القنوات التلفزيونية أن الإطار الوطني عموت لم يقدم الإضافة في فترة توليه قيادة المنتخب الأردني، مشيرا أن التأهل إلى النهائي جاء من المجهودات الخاصة لثلاث لاعبين من المستوى العالي، حيث قال: انتقد نادي الوحدات كونه لا يدفع الرواتب للاعبيه ولا يلبي كل متطلباته، فبالعكس من ذلك لبينا كل شيء للاعبين. وأردف حديثه قائلا: لذلك لم يعجبني ما قاله الحسين عموتة ولا حتى تدريبه للمنتخب الأردني، ومن حصل على الإنجاز ليس هو ولا غيره بل دعم الأمير وثلاث لاعبين من المستوى العالي وحماس الشباب. وقال أن شخصية المدرب السابق للمنتخب الأولمبي المغربي حسين عموتة ضعيفة داخل الملعب، وأن علاقته جد متوترة مع اللاعبين فيما لم تكن شخصية عموتة جيدة في الملعب ولا طريقته مع اللاعبين ليست على ما يرام. وخلق تصريح رئيس النادي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي دفعت الجماهير الرياضية المغربية تتساءل عن خلفية هذه التصريحات المستفزة والمهينة لشخصية المدرب الحسين عموتة. وأشار بعض أن التصريح جاء بعدما وافق الإطار الوطني عموتة على عرض نادي الوداد الرياضي بالإشراف على تدريب القلعة الحمراء انطلاقا من بداية الموسم الرياضي المقبل. في خبر آخر، اقترب المهاجم الدولي الأردني يزن عماد بنسبة كبيرة من اللعب في صفوف الوداد البيضاوي المغربي الموسم القادم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي القطري، وذلك لتدعيم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق الأحمر استعدادا للموسم المقبل. وكشفت مصادر صحفية أن اللاعب الأردني أبدى رغبته في اللعب للوداد الموسم القادم، وتم الاتفاق على كل بنود التعاقد في انتظار التوقيع على العقد بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي. وأضاف المصدر ذاته بأن الرئيس المنتظر للوداد الرياضي وبتشاور مع المدرب الحسين عموتة الذي سيقود الفريق الأحمر وراء قرب إنجاز صفقة مهاجم منتخب النشامة الذي كان أحد أسباب الإنجاز الآسيوي الكبير في قطر مع الحسين عموتة. وختم المصدر نفسه بأن المدرب الحسين عموتة هو من طلب من اللاعب أن يلعب للوداد الرياضي، خصوصا وأن النادي الأحمر سيشارك في مسابقة عالمية مثل كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقية.